بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة التي سنستكمل من خلالها مع الفيديو الذي رأيناه فيما سبق، والذي يتمحور حول لا بانك مناس دو كونفيسكي لا ميزون، البنك يهدد بحجز المنزل. يتعلق الأمر كما ذكرنا بمدام باركر وزوجها طبعا، اللذان كما قلنا أنهم يعيشان أزمة مالية حالت بينهما وبين أداء كل المستحقات التي يتوجب علينا دفعها. طبعا رأينا بداية المفاجأة كما ذكرنا، وتساءلنا طبعا ما الذي دفع بهؤلاء التلاميذ السابقين لهذه السيدة بالتكافل بينهم وقرار إخراجها من هذه الأزمة طبعا عندما علموا بالخبر. إذن طبعا سنستكمل هنا مع بعض أوجه التضحية لهذه المدرسة، والتي بقيت راسخة في أذان تلامذتها السابقين. إذن كما نلاحظون عندنا، C'est tout ce dont vous avez besoin? C'est plutôt tout ce que je peux me permettre. C'est tout ce dont vous avez besoin? C'est tout ce dont vous avez besoin? هذا كل الذي لكم له حاجة؟ هل هذا كل ما تحتاجونه؟ هل هذا كل ما تحتاجينه؟ أيها السيدة باركر، وبيجودي. C'est tout ce dont vous avez besoin? C'est plutôt tout ce que je peux me permettre. C'est tout ce dont vous avez besoin? طبعا عندنا كلمة dont. عندنا كلمة دون كما تلاحظوا، نتكلم هنا عن د او ان تي. إذن هذه الكلمة طبعا إتان برونو غولاتيف كي غومبلاس أن غروب نومينال أنتخدوي باغ دو. نتكلم هنا عن أون بريبوزيسيون، إذن نتكلم عن حرف هنا. طبعا نتكلم هنا عن دون، إتان برونو غولاتيف نتكلم عن ضمير وصل الذي يصل بين أطراف الجملة. طبعا إذن إتان برونو غولاتيف كي غومبلاس أن غروب نومينال الذي يعوض مجموعة اسمية introduit par deux مسبوقة ب deux. طبعا مسبوقة ب une préposition، نتحدث هنا عن deux مسبوقة بحرف. طبعا إذا طبعا هنا نتحدث عن dont qui remplace de qui de quoi duquel desquels etc. إذا نتكلم عن هاد الضمير الذي يعوض de qui ou bien de quoi duquel desquels etc. إذن طبعا كلمة دون ستام برونو غولاتيف كما ذكرنا افيك لو سونس ادفيربيال، بمعنى آخر دون ستام برونو افيك لو سونس ادفيربيال دو دو. نتكلم هنا عن ضمير وصل افيك لو سونس ادفيربيال، كما نقول بالمعنى الظرفي دو 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 دو. طبعا دو المقصود به دو او، نتكلم عن حيث، نتكلم هنا عن المكان دو. نقول مثلا دو فانيفو دو فانيفو، من اين اتيتم؟ اذا نتكلم عن المكان. اذا عندنا هاد او افيك اكسون غاف، اذا نتكلم عن كلمه تعبر عن المكان. اذا افيك لو سونس ادفيربيال بالمعنى الظرفي دو دو، اذا نتكلم عن لي دو، يعني من حيث كما نقول ماركون لا بروفونونس، يعني ان تعبر عن المصدر، تعبر عن المصدر الذي يأتي منه شيء. إذن ما كون لا بروفونونس أن تشير إلى لا بروفونونس، لا بروفونونس إذن كما نقول المصدر أو الشيء الذي يأتي منه شيء معين. دو فونيفو، من أين أتيتم؟ إذن نتكلم عن المكان الذي يأتي منه شيء معين، إذن يسمى لا بروفونونس. نقول مثلا لا شامبر دون جو سور، لا شامبر دون جو سور. إذا المقصود هنا لا شامبر دو لاكيل جو سور، إذا المقصود هنا لا شامبر دو لاكيل جو سور، إذا أنا أتيت منا، أنا خرجت منا. إذا نتكلم هنا عن لا بروفونونس، لا بروفونونس يعني المكان الذي جئت منه، إذا المكان الذي جئت منه يسمى لا بروفونونس. كما نقول المصدر، ولكنه ليس المصدر بالمعنى الذي نعرف، إذا نتكلم عن المكان كما نقول مصدر مجيئي، مصدر مجيء ديالينا، إذا يسمى لا بروفونونس. إذا تكلمنا على القطار بأنه سيأتي من طنجة، إذا بالنسبة للقطار لا بروفونونس هو طنجي، هو طنجي، كما نقول مصدره طنجة. إذا نتكلم عن لا بروفونونس، يعني المكان الذي سيأتي منه. طبعا المكان الذي سيذهب إليه يسمى لا ديستيناسيون، المكان الذي سيذهب إليه يسمى لا ديستيناسيون.
المكان الذي سيتوجه إليه. إذا نتكلم هنا عن دون، إذا هاد دون أنها تتعبر على هاد لا بروفونس إن صح التعبير، الغرفة التي خرجت منها. نتحدث هنا عن الغرفة التي خرجت مثلا، نتكلم عن الغرفة التي خرجت منها. هذا المعنى هذا بالضبط كما تلاحظوا أننا تنعبر عليه بهاد دون. مثلا نقول ستون دون جو سي كيل ايتي ماري، ستون دون جو سي كيل ايتي ماري، هذا الرجل دون جو سي. طبعا هنا عندنا لو فيرب سافوار دون جو سي، طبعا هنا عندنا لو فيرب سافوار كونجوغي او بريزون كيل ايتي ماري، كيل ايتي ماري الذي هو زوجة، الذي هو زوجة. طبعا نتكلم هنا على لو باسي كومبوزي ديال لو فيرب ماري، هنا عندنا لو باسي كومبوزي دي فيرب ماري ولكن على لا فوا باسيف، لان لو فيرب ماري انه تعني زوجة، لو فيرب ماري تعني زوجة. اذا كما تلاحظوا مثلا الى مشينا للتعريف ديال الفعل هذا سنرى اونيغ، ما معنى اونيغ؟ نتكلم احيانا عن لونيون، لونيون يعني الوحدة، اونيغ يعني انك توحد، اونيغ اون سيليبرون مارياج يعني انك توحد محتفلا بزواج، انك توحد بين شخصين مثلا تجعلهما في أسرة واحدة. إذا نتكلم عن unir unir دو بيرسون باغ إكزومبل أون سيليبرون مارياج يعني محتفلا بالزواج. نقول مثلا إيل ماري لوغ فيس، إيل ماري لوغ فيس يعني هم يزوجون أبناءهم. إذا المقصود هنا أنك تجمع بين أشخاص. طبعا عندما نتحدث عن لو فيرب ماري هذا لا يعني بأنه تزوج، لا نتحدث هنا عن فعل تزوج بل نتحدث عن فعل زوجة، بل نتحدث عن فعل زوجة. إذا خاصنا نشوفوا المعنى ديال الفعل أولا. ملي تنشوفوا المعنى ديال الفعل، طبعا ملي تنشوفوا الصرف ديالو بحال اللي عندنا هنا، ستون دون جو سي كيل أيتي ماري. إذا طبعا تنعرفوا بأن لو فيرب ماري أنه تعني زوجة، وبالتالي فهو في الأصل غادي يتصرف في الأزمنة المركبة. بحال لو باسي كومبوزي مثلا، بحال لو بلوس كو بارفي مثلا، بحال لو فيتور اونتيريور الى غير ذلك. اذا طبعا هذا الفعل غيتصرف مع لوكسيليغ افوار، ولكن كما تنشوفو هنا انه مصرف على فوا باسيف. اذا نتكلم هنا عن لا فوا باسيف، نتكلم هنا عن المبني للمجهول كما نقول. مادام ان الامر هكذا، شناهو الزمن ديال هذا الفعل هذا لو فيرب ماري؟ طبعا غنمشيو لوكسيليغ اتر مادام اننا تنتحدثو على لا فوا باسيف. كما تنشوفوا بان لو فيرب اتر عندنا هنا انه مصرف مع افوار، اذا عندنا ايتي. هاد الصيغه هادي تنوجدوها ملي تنصرفوا لو فيرب اتر او باسي كومبوزي لوكسيليغ افوار، ثم من بعد منه لو بارتيسيباسي الخاص بفعل اتر بحال اللي عندنا هنا. اذا هنا عندنا لو باسي كومبوزي ديال لو فيرب اتر، ولكن ملي تيكون في الحاله الطبيعيه ديالو التي يكون على فوا اكتيف، ولكن هنا اللي مصرف عندنا هنا هو لو فيرب ماري، وبالتالي لو فيرب ماري هنا مصرف او باسي كومبوزي ولكن على فوا باسيف، على فوا باسيف. اذا سيت هوم دون جو سي كيل ايتي ماري، اذا هذا الرجل الذي عرفت بانه متزوج. انا حكيت لك عن رجل مثلا بأنه تزوج وأنا لم أعرفه إلا مؤخرا مثلا، عندما أرى هذا الرجل سأقول لك هذا هو الرجل الذي عرفت مؤخرا بأنه تزوج مثلا. cet homme dont je sais qu'il a été marié، نقول voici la personne dont je vous ai parlé، voici la personne dont je vous ai parlé. طبعا هنا في الأصل عندنا j'ai parlé، j'ai parlé، عندنا هنا لو فيرب parler مصرف لو passé composé كما تلاحظوا، مصرف مع لوكسيليغ افوار اللي هو بدوره مصرف في البريزون، ثم بعد منه كاين لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بارلي كما تلاحظوا. اذا فواسي لا بيرسون، ها هو الشخص دون جو فوزي بارلي الذي تحدثت لك عنه، لك عنه. اذا طبعا غنستعملوا هاد دون، ما عندناش انا مثلا فواسي لا بيرسون، ها هو الشخص كي فوزا بارلي الذي تحدث لك، الذي تحدث لك، ولكن هنا عندنا ها هو الشخص الذي تحدثت لك عنه، voici la personne dont je vous ai parlé.
ثم عندنا تو ديبون دو لا مانيير دونت إل أجيرا. تو ديبون دو لا مانيير دونت إل أجيرا. ممكن أننا نتحدث عن شخص مثلا كيف يتم استقباله مثلا، أو كيف سيكون رد فعل الأشخاص الذين سيكونون معه. إذا سنقول مثلا تو ديبون دو لا مانيير دونت إل أجيرا، يعني كل شيء يتعلق. هنا عندنا لو فيرب ديبوندغ، عندنا لو فيرب ديبوندغ، عندنا فعل كما نقول تابع. أحيانا نتحدث عن لانديبوندونس، يعني عدم التبعية، المقصود الاستقلال. وأحيانا نتحدث عن عكسها، نتحدث مثلا عن لا ديبوندونس، يعني التبعية، أن دولة تتبع لدولة أخرى، أو شخص يتبع لشخص آخر. إذا نتكلم عن لا ديبوندونس، ومنه هذا الفعل الذي عندنا هنا اللي هو لو فيرب ديبوندغ. تو ديبون، كل شيء يتعلق. يتعلق بماذا؟ دو لا مانيير، يتعلق بالطريقة. دونتيل أجيرا، التي يتصرف بها. كل شيء يتعلق بالطريقة التي سيتصرف بها. إذا هو تصرف بشكل جميل، فالأشخاص الذين سيكونون معه ستكون لهم مثلا ردود أفعال جميلة. وإذا تصرف بشكل سيء، ربما الأشخاص الذين معه سيتصرفون بشكل آخر. إذا سنقول تو ديبون دو لا مانيير دونت إل أجيرا. طبعا هنا عندنا لو فيرب أجير، وعندنا عكسه لو فيرب رياجير. رياجير، نتحدث أحيانا عن لو فيرب رياجير، فعل كما نقول قام بردة فعل. أما هنا فنتحدث عن أصدر فعلا كما نقول، أنه قام بفعل معين. ثم عندنا لا فام دون تي بارل. لا فام دون تي بارل، كان ممكن نقول مثلا لا فام كي بارل. لا فام كي بارل، نستعمل كي لربط بين هاد العبارة. سيكون المعنى هنا المرأة التي تتحدث، المرأة التي تتكلم. ولكن هنا عندنا لا فام دون تي بارل، المرأة التي أنت تحدثت عنها، أو المرأة التي أنت تحدثت عنها. La femme dont tu parles. نقول مثلا La boulangerie dont je te parle est à deux pas d'ici. La boulangerie dont je te parle. المخبزة التي أنا تحدثت لك عنها. المخبزة التي أنا تحدثت لك عنها. إذا المخبزة اللي تكلمت لك عليها إيطا دو باديسي، هي على بعد خطوتين من هنا. هي على بعد خطوتين من هنا. المقصود بهذا الكلام أنها قريبة من هنا، أنها قريبة من هذا المكان، هذا هو المقصود هنا. ثم نقول مثلا سي لا فيكتواغ دونت إلي بلو فيير. إنه النجاح، سي لا فيكتواغ، إنه النجاح دونت إلي بلو فيير، الذي هو فخور به. إنه النجاح الذي هو فخور به. حتى نستصيغ جيدا معنى كلمة دون، هذا لو برونو غلاتيف الذي ذكرنا، لو برونو غلاتيف دون. إذا سي لا فيكتوار دون تي لي بلو فيير. ثم الجملة الأخيرة مثلا عندنا لي فاكونس دون جي أونفي نو سون با بور دومان. لي فاكونس دون جي أونفي نو سون با بور دومان. إذن عندنا العطل، المقصود هنا العطلة دون جي أونفي، التي كانت لي لها رغبة، نو سون با بور دومان، ليس للغد. المقصود هنا بأن هذه العطلة ليست للغد، المقصود بأنها لا زالت لم يحين وقتها بعد. لي فاكونس دون جي أونفي نو سون با بور دومان. إذن كما رأينا قبل قليل، سي تو سو دون فوز أفي بزوان، سي تو سو دون فوز أفي بزوان، هذا كل الذي لك له حاجة، هذا كل شيء بمعنى آخر الذي لك له حاجة. C'est tout ce dont vous avez besoin. هل هذا كل ما تحتاجينه؟ C'est tout ce dont vous avez besoin. C'est plutôt tout ce que je peux me permettre. C'est plutôt tout ce que je peux me permettre. C'est plutôt. كما نقول إنه بالأحرى كان عليك أن تقولي كلاما آخر. C'est plutôt. إنه بالأحرى. C'est plutôt tout ce que je peux me permettre. C'est plutôt tout ce que je peux me permettre. إن بالأحرى كل ما أنا أمكن نفسي منه، كل ما تمكنت منه بمعنى آخر.
C'est tout ce dont vous avez besoin? C'est plutôt tout ce que je peux me permettre. Tu sais, mon père disait toujours, si tu veux être enseignante, tu dois apprendre à te nourrir avec peu. Tu sais, mon père disait toujours, si tu veux être enseignante, tu dois apprendre à te nourrir avec peu. Tu sais, mon père disait toujours, si tu veux être enseignante, tu dois apprendre à te nourrir avec peu. Tu dois apprendre à te nourrir avec peu. Tu sais, أنت تعرفين, هل تعلمين بمن آخر؟ Mon père disait toujours, أبي كان يقول لي دائما. Mon père disait toujours, tu sais, أنت تعرفين؟ عندنا مرة أخرى le verbe savoir, conjugué au présent. Mon père disait toujours, طبعا هنا عندنا le verbe dire, conjugué à l'imparfait. إذا هو مصرف في l'imparfait. تنعرف بأن من أدوار ديال l'imparfait أنه تدل على الاستمرارية في الماضي. Mon père disait toujours, يعني أن أبي كان في الماضي يقول بتكرار. كان يقول لمدة من الوقت. أنه كان يقول لهذا. إذا لمدة من الوقت في الماضي كان أبي يقول لي دائما. ماذا كان يقول؟ Tu sais, mon père disait toujours, si tu veux être enseignante, tu dois apprendre à te nourrir avec peu. Si tu veux être enseignante, إذا أنت تريدين أن تكوني مدرسة, si tu veux être enseignante, إذا أنت تريدين أن تكوني مدرسة, طبعا في المذكر نقول enseignant. Si tu veux être enseignant, إذا أنت تريد أن تكون مدرسا, ولكن هنا عندنا si tu veux être enseignante, إذا أنت تريدين أن تكوني مدرسة, tu dois apprendre à te nourrir avec peu, tu dois. طبعا هنا عندنا le verbe devoir كما ذكرنا. فعل توجب كما نقول tu dois أنه يتوجب عليك on a le verbe devoir conjugué au présent إذن عندنا فعل توجب كما نقول مصرف في الحاضر apprendre أن تتعلم tu dois apprendre أنت يتوجب عليك أن تتعلمي à te nourrir أن تتغدين أو أن تطعمي نفسك avec peu يعني بالقليل عليك أن تتعلمي إطعام نفسك بالقليل. Tu sais, mon père disait toujours, si tu veux être enseignante, tu dois apprendre à te nourrir avec peu. Et il avait bien raison. Tu sais, mon père disait toujours, si tu veux être enseignante, إذا أنت تريدين أن تكوني مدرسة, tu dois apprendre à te nourrir avec peu. أنه يتوجب عليك أن تتعلمي à te nourrir avec peu, أن تطعمي نفسك بالقليل. Et il avait bien raison. Et il avait bien raison. وهو عنده بشكل جيد الحق وهو كليا على حق. Tu sais, mon père disait toujours, si tu veux être enseignante, tu dois apprendre à te nourrir avec peu. Et il avait bien raison. كما نقول, il avait bien raison. وهو عنده الحق. هذه الكلمة كلمة raison. Il avait bien raison. طبعا ممكن أن كلمة raison تعني الحق. ولكن كلمة raison في معاني أخرى نقول مثلا La raison sociale correspond tout simplement en ordonné à une société. طبعا نتكلم هنا على raison sociale. La société ممكن أن تعني المجتمع ومن هذا الأدجكتيف طبعا سوسيال. كما قلنا بأن كلمة société ممكن أن تعني المجتمع وممكن أن تعني الشركة كما عندنا هنا. La raison sociale إذا نتكلم عن اسم الشركة. إذا correspond tout simplement en ordonné à une société. إذا يتعلق الأمر ببساطة correspond أنه يناسب بمعنى آخر أنه يتعلق الأمر ببساطة on nom donné à une société بالاسم المعطى لشركة معينة إذا نتكلم عن la raison sociale نقول مثلا في إطار الشركات أيضا la mission d'une entreprise et sa raison d'être la mission d'une entreprise إذا رسالة الشركة et sa raison d'être هو سبب وجودها هو سبب وجودها كل شركة عندها واحد الرسالة هذه الرسالة هي سبب وجودها إذا عندها واحد المهمة لا ميسيون دي نونتربريز إذا نتكلم عن مهمة شركة إي سا غيزون داتر هو سبب وجودها كلمة غيزون هنا تعني سبب كما تلاحظوا إذا لا ميسيون دي نونتربريز إذا مهمة شركة إي سا غيزون داتر مهمة شركة إي سا غيزون داتر هو سبب وجودها إذا السبب الوجود ديال واحد الشركة هي واحد المهمة غتقوم بها هذا هو المقصود هنا نقول مثلا سجالوزي نا سوفون اوكين غيزون داتر هذه الغيرة نا سوفون ليست لها في الغالب اوكين غيزون داتر أي سبب وجود مثلا يمكن أن نقول بأنه أغلب حالات الغيرة
التي توجد عند الناس n'a souvent aucune raison d'être, ليس لها في الغالب أي سبب وجود. إذا تمعنا وتفحصنا هذه الغيرة التي يمكن أن تحدث بكثرة عند الناس، فسنجد بأنها تنبع من لا شيء، من أوهام بمعنى آخر، أن الناس تتوهم أمورا فتكون عندها غيرة وتترتب عنها أفعال. إذن هذه الغيرة في أغلبها ليست لها أسباب، بمعنى آخر لا داعي لوجودها. إذن علينا أن نتجنبها، بمعنى آخر سي جالوزي نا سوفون أوكين غيزون داتر. نقول مثلا وي شيغيف فوزافي غيزون، وي شيغيف فوزافي غيزون. إذن نعم شيغيف فوزافي غيزون. طبعا شيغيف نتكلم هنا عن اون فونكسيون بوليتيك اي بوبليك دو ميم كو لا بيرسون شارجي دو سيت فونكسيون. إذن شيغيف est une fonction politique et publique de même que la personne chargée de cette fonction. Et donc, nous parlons de la kalima shérif est une fonction politique et publique. Nous parlons ici d'un wadifa politique siyasiya et publique, thumma annaha umumiya, anna muta'alliqa bi sh'an 'am, de même que aidan anna ta'ni la personne chargée de cette fonction. Et donc, nous parlons d'un shakhs alladhi yahtal hadha al-mansib. يمكن تسميته لو شيريف. إذن كلمة لو شيريف أوز إتازوني، هذه الكلمة في الولايات المتحدة الأمريكية، إتان فونكسيونير، إذن نتكلم عن موظف دان كونتي أو دون فيل إنديبوندونت، موظف لمقاطعة أو دون فيل إنديبوندونت أو لمدينة إنديبوندونت، كما ذكرنا قبل قليل أن مستقلة شارجي دو مانتونيغ لوردر. إذن هو مكلف بالحفاظ على النظام، هذا الموظف شارجي دو مانتونيغ لوردر، إذن هو مكلف بالحفاظ على النظام العام، إي دو فا ريسبكتي لا لوا، وبالعمل على احترام القانون، وبالعمل على احترام القانون. إذن يسمى ماذا؟ يسمى لو شيغيف. إذن نقول وي شيغيف، نعم أيها الموظف الذي ذكرنا، فوزافي غيزون، أنتم عندكم الحق. وهذا هو المعنى الذي عندنا طبعا في العبارة التي ذكرتها المدرسة. ماذا قالت؟ Et il avait bien raison. Tu sais, mon père disait toujours, si tu veux être enseignante, tu dois apprendre à te nourrir avec peu. Et il avait bien raison. Mon père disait toujours, si tu veux être enseignante, tu dois apprendre à te nourrir avec peu. Et il avait bien raison. Vous avez vraiment besoin de stylos et de crayons? C'est pour les enfants. Vous avez vraiment besoin de stylos et de crayons? Vous avez vraiment besoin de stylo de crayon? هل أنت حقيقة عندك حاجة؟ Vous avez besoin? أنتم عندكم حاجة. Vous avez vraiment besoin? هل أنتم عندكم حقيقة حاجة de stylo de crayon? للأقلام الجافة ولأقلام الرصاص؟ Vous avez vraiment besoin de stylo et de crayon? C'est pour les enfants. هل أنت حقيقة تحتاجين لهاد الكمية من هاد الأقلام؟ Vous avez vraiment besoin de stylo et de crayon? C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. إنه للأطفال. إنه للأطفال. Vous avez vraiment besoin de stylos et de crayons? C'est pour les enfants. C'est si triste. La plupart n'ont même pas de fourniture scolaire de base. C'est pour les enfants. C'est si triste. إذن c'est si triste. إنه أمر محزن أنني أرى الأطفال لا يأتون بأقلام. Vous avez vraiment besoin de stylos et de crayons? C'est pour les enfants. C'est si triste. La plupart n'ont même pas de fourniture scolaire de base. La plupart n'ont même pas les fournitures scolaires de base. La plupart n'ont même pas les fournitures scolaires de base. Idem, la plupart n'ont même pas. Al-aghlabiyya laysat lahum hatta. Laysat lahum hatta. Les fournitures scolaires de base. Al-adawat madrasiyya al-asasiyya. الأدوات المدرسية الأساسية. Vous avez vraiment besoin de stylos et de crayons? C'est pour les enfants. Vous avez vraiment besoin de stylos et de crayons? Vous avez vraiment besoin de stylos et de crayons? C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Et nous l'atfal. C'est pour les enfants. C'est si triste. La plupart n'ont même pas de fourniture scolaire de base. C'est si triste. C'est si triste. Et nous amenons juste de mohzin. أحيانا نتكلم عن la tristesse. أحيانا نتحدث عن la tristesse. الحزن. C'est si triste. إنه أمر محزن جدا. C'est si triste. La plupart n'ont même pas de fournitures scolaires de base. La plupart n'ont même pas les fournitures scolaires de base. Les fournitures scolaires de base.
La plupart, al-aghlabiyya, المقصود هنا la plupart des élèves, aghlabiyyat al-talamid, non même pas, ليست لهم حتى les fournitures scolaires de base, الأدوات المدرسية الأساسية. كما نقول القاعدة، نتكلم حين على لاباز القاعدة. لاباز هي القاعدة مثلا التي يرتكز على المنزل. إذا هنا نتحدث عن les fournitures scolaires de base، إذا نتكلم عن الأدوات المدرسية القاعدة. ما معنى هذا؟ نتكلم عن الأدوات المدرسية الأساسية. إذا نتحدث عن الأدوات المدرسية الأخرى التي يمكن أن نضيفها، نتحدث عن أبسط الأشياء في الأدوات المدرسية التي لا بد منها، وكأنك القاعدة بالنسبة للمنزل مثلا. إذا نتكلم عن les fournitures scolaires de base. La plupart n'ont même pas de fournitures scolaires de base. Je veux dire, c'est vraiment votre problème. أنا أريد أن أقول بأن حقيقة مشكلتك أنت التي تخلقين هذا المشكل. Je veux dire, أنا أريد أن أقول c'est vraiment votre problème. إنه حقيقة مشكلك. La plupart n'ont même pas de fournitures scolaires de base. Je veux dire, c'est vraiment votre problème. كما نقول إنها حقيقة مشكلتك. C'est vraiment votre problème. Vous n'êtes pas payé pour ça. Vous n'êtes pas payé pour ça. Vous n'êtes pas payé pour ça. Vous n'êtes pas payé. كما نقول أنت غير مؤدة لك. Pour ça. من أجل هذا. أنت ما مخلصاش على هذا الشيء. C'est vraiment votre problème. انت ما مخلصاش على هادشي. تنتكلموا على الفا بي كما ذكرنا فيما سبق، ومن كلمه لوبياج الاداء. ونيت با بي بور سا، انت غير مؤد لك من اجل هذا. اذا فلماذا تتعب نفسك بهاد المشتريات؟ ونيت با بي بور سا، أنت تخلقين لنفسك مشاكل مادية أنت في غنى عنها. فوق هذا أنت لا يؤدى لك عن هذا، ليست لك تعويضات عن هذا. طبعا عندنا هنا سونغي دو تليفون، إذا نتكلم عن رنين الهاتف. كما تلاحظوا First National Bank، إذا نتكلم عن البنك الوطني الأول. إذا أكيد بأن هناك رسالة بأنها تأخرت على الأداء. سافورا 63-49. سافورا 63-49. واو. سافورا كما نقول هذا يفعل. سافورا 63-49 المقصود بأن مشترياتك أنها تساوي من حيث القيمة 63-49 $63.49. إذن هذا الذي عليك أن تدفعينه. واو. Ça fera 63,49. Waouh! Ah, je ne pensais pas que ça allait être si cher. Je ne pensais pas. أنا لم أكن أعتقد. Je ne pensais pas. طبعا نتكلم على الفيرب بونسي كما ذكرنا فيما سبق. Je ne pensais pas. أنا لم أفكر. المقصود أنني لم أعتقد. Je ne pensais pas que ça allait être si cher. Je ne pensais pas. طبعا هنا عندنا الفيرب بونسي كونجيغي على الامبارفي. أنا لم أكن أعتقد que ça allait سي شير. أنا لم أكن أعتقد كساليتر سي شير بأنه سيذهب ليكون جد غالي. أنا لم أكن أعتقد بأنه سيكون جد غالي. هذا الثمن هو غالي. Ça fera 63,49. واو. Ah, je ne pensais pas que ça allait être si cher. إذن أنا لم أكن أعتقد بأن قيمة هذه الأشياء أنها ستكون غالية. واو. Je ne pensais pas que ça allait être si cher. أنا لم أكن أعتقد بأنه سيكون سي شير، جد غالي. واو. Ah, je ne pensais pas que ça allait être si cher. Enlever juste les fournitures scolaires. Non. Enlever juste les fournitures scolaires. Enlever juste les fournitures scolaires. Enlever juste les fournitures scolaires. إذن هي تقول لا، enlever juste les fournitures scolaires. إذن اسحبي فقط les fournitures scolaires، الأدوات المدرسية، وأبقي على المواد الغذائية. إذن هي تطلب منها أن تسحب فقط الأدوات المدرسية لأن لن تستفيد منها شخصيا. إذن ماذا ستقول المدرسة؟
ماذا سيكون جواب المدرسة هنا؟ Je ne pensais pas que ça allait être aussi cher. Enlever juste les fournitures scolaires? Non. Non, non, là. لن أسحب الأدوات المدرسية. Enlever juste les fournitures scolaires? Non. Mes enfants en ont besoin. Mes enfants en ont besoin. Mes enfants en ont besoin. أطفالي يحتاجون لها. أطفالي لهم لها حاجة. أطفالي لهم لها حاجة. المقصود هنا بأن أطفالي يحتاجونها. Mes enfants en ont besoin. أطفالي يحتاجونها. Mes enfants en ont besoin. طبعا هذيك لها هي هاد أون. هاد أون اللي عندنا هنا. هاد أون الأخرى هاد أون الأولى أنها تتحدث على الأطفال بدون الإشارة لهم. Mes enfants en أون نتكلم على الأطفال. En besoin. لهم لا حاجة. كما نقول أنهم يحتاجونها. Mes enfants en ont besoin. Combien coûte le steak? Combien coûte le steak? Combien coûte le steak? كم ثمن le steak? Combien coûte le steak? كم ثمن le steak? طبعا كلمة steak أنها تعني tranche de bœuf grillé أو agrillé. إذا نتكلم عن جزء من لحم العجل أنه مشوي أو أنه لم يشوى بعد. إذا نتكلم عن ستيك. إذا تقول لها كومبيا كوت لو ستيك؟ كومبيا كوت لو ستيك؟ كومبيا كوت لو ستيك؟ كومبيا كوت لو ستيك؟ إذا كم هو ثمن لو ستيك؟ طبعا نتكلم عن جزء من لحم العجل. إذا ترونش دو بوف غريي أو أغريي. إذا نتكلم عن جزء من لحم العجل المشوي أو الموجه للشيء أنه لم يشوى بعد. إذا نتكلم عن كلمة لو ستيك. كومبيا كوت لو ستيك؟ إذا كم ثمن هذا اللحم بمعنى آخر. Combien coûte le steak? 11,99. Combien coûte le steak? كم ثمن هذا اللحم؟ البائعة تسحب هذا اللحم ثم تعطيها المجموع. 11,99. 11,99. 11,99. 11,99 دولار و99 سنت. تقريبا نتحدث عن 12 دولار. Il me semble que ça ne suffit toujours pas. Il me semble أنه يبدو لي أنه يظهر لي que ça ne suffit toujours pas بأنه لا يزال لم يكفي بعد. إذن عليك أن تسحبي شيئا آخر. Il me semble que ça ne suffit toujours pas. Il me semble que ça ne suffit toujours pas. إذن يبدو لي طبعا نتكلم عن il. إذن نتكلم عن pronom impersonnel. هاد il لا تعود على شخص مثلا أننا نقولها هكذا. Il me semble, il me semble. أنه يبدو لي. من هو الذي يبدو لي؟ أنها تقال فقط للدلالة على أنني أرى. أنا أرى. Il me semble. إذا المقصود بأنني أرى que ça ne suffit toujours pas بأن لا تكفي دائما بعد. المقصود هنا بأن هذا لا يزال لا يكفي. إذا نتكلم عن لو فيرب سوفيغ. لو فيرب سوفيغ فعل كفى. Il me semble que ça ne suffit toujours pas. بأن هذا لا يزال لا يكفي. Il me semble que ça ne suffit toujours pas. Alors, enlevez aussi les œufs. 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 إذن احذفي أيضا البيض. Alors, enlevez aussi les œufs. Enlevez aussi les œufs. حتى تكفي النقود التي عندي. Vous êtes sûr, Judy? Vous êtes sûr, Judy? Oui. أنت متأكدة يا جودي؟ طبعا عندما ستعود جودي إلى المنزل سنرى معركتها الأخرى التي ستخوضها مع زوجها لأنها لم تعد إلا ممتلئة بأدوات مدرسية بينما هي تزهد في المواد الغذائية التي تحتاجها ويحتاجها زوجها. إذن سنرى هذا في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.